صافات ديال الفرماج راه غندير واحد الحفنه ديال الفرماج راه واحد الشمه ندير هنايا بيضه خضرة ما كنديرهاش كندير لا شابلور كنشد لا شابلور كندير لا شابلور كتشوفو معايا لا شابلور كنبدا نخلط بيديا المقادير نخلطها بيديا حتى كنجبها حطها مزيان زدت فيها القامة ديالها الشابلور اللي ما كانش لا شابلور تعوضوا به الخبز ولا الخبز هكا محكوك ولا تفزكو واحد الخبز الا عندكم خبز بايس تقدروا كاع تفزكوها ما تحمصوهاش تفزكوها في الماء كيف ما عملت لكم راه درت معكم واحد الخطره كسا هكا فزكت واحد الخبزه فزكتها وعصرتها من الماء وعملتها مع الكفته دابا موجود عندي لا شابلور درت لا شابلور هذا هو خليوها وتوجد البطاطا المطلقه انا كتشوفوا الكفته ديالي ها هي درتها على الطريقه ناخذ البطاطا اللي سلقت ودرت انا غير هاد البطاطا وكافيين معكم كل البطاطا ديالنا هكا طريقه هادي معكوها مزيان نضيف لها شويه ديال الملح السر غير شويه لان غنضيف شويه الفرماج كنضيف لها شويه ديال البابريكا في الاحمر كتشوفوا معايا كنضيف البزار كنكتفي بهاد هادو الملح والبزار والبابريكا هنا عملت جبانه وجزر بعد ما سلقت واحد الدقيقه شوفوا فلفله خضراء وفلفله حمراء الخضره اللي عندكم عملوها شويه ديال فرماج غابي الخضره اللي عندكم ممكن تعملوها البورجيت اي حاجه تعملوها هنا غنعمل يديا تنخلط كلشي كما كتشوفوا بعد ما صورت البطاطا ديالنا جلسها كنديرها على هذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا كنبقى حتى كنكملها كامله كناخذ الكفته ديالنا اللي كتشوفوا معايا كنبسطها هكا على الطريقه كناخذ البطاطا كنعملها هذا الشكل هذا وكنسد بها الكفته ما كتشوفوا كتجي على هذه الطريقه هذه كتغطى كامله الطريقه كنوضعها في الكيكس ديالنا كما شفتوا هذا على هذا الشكل هذا كناخذ شويه ديال الطوماط على هذا الشكل هذا طماطم ما كانش موجوده عندكم الطماطم يمكن لكم تعملوا طوماط كونسونطري ولا مطيشه عاديه ما كاين ما احسن منها طريه تسحقوها وديروها كنضيف لها شويه ديال ملحه سير صدفت شويه ديال البواب ديجا البطاطا طايبه عندنا الوغ الكفته ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الفرن غير كتسهل
الطماط اش نديرها هنايا باش نديكوري، وعندي باش غير باش نحيد اللون الاحمر نقدر ندير شي شويه ديال بوفغ هكا يا خضر مع الاحمر بوحدو، ما جاش جدون ديالو احمر كله. كاين نشوف الفرماج فوق منها بهذه الطريقه، كما قلت لكم انا درت هاد البواف وهاد الفلفله هنا غير باش ترسل ليا اللون ديال تعطيني شويه ديال اللون شويه ديال الديكور، ومن بعد كنخشاها في الفران كتجي على شكل. من بعد الخشاه في الفران نزيدو نطلقها. ديك فما شفتو عندي قبيله بقات لي البطاطا، بقات لي البطاطا درت كثر من الكثر دي مالا، غادي ناخذ واحد الا بقات لكم البطاطا بحال هكا زايده مع ما خديتش القياس بالضبط علاش ما نديرش هاد هادي ما نضيعهاش. الصراحه راه كلشي ممكن غير واحد الافكار ديالي يمكن ما يديرش هاد الحاجه. انا غادي ناخذ هاد البطاطا اللي بقات ليا حيت هاد الصينيه هادي البطاطا اللي بقات لي كيف ما قلت لكم علاش ما نعملش لها الشكل هذا. نعملها في البيض ونديرها في لاشابلوغ وندخلها للفران. نبقاو غاديين الطريقه كيلاش نضيعوها، كلشي طايب فيها حتى هي كلشي داير الطريقه اكيد غتجي زوينه. بقاو غادي نديرها الطريقه ومن بعد تاهي نخشيوها في الفران وندوزو نطلقو. كيفما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجناها من الفرن ديالنا، وهذه اللي عملت بالقليل كتجي مقرمشه كتجي زوينه الشكل ديالها كيتيجي الصراحه كتجي زوينه. هذه فكره طاحت علي قلت علاش ما بقات لي ديك البطاطا علاش ما نعملش لها الشكل هذا ونديروها في الفرن. وهذه ديالنا ها هي كتجي على الشكل هذا الصراحه كتجي زوينه. بقى سخونه شويه الشكل ديالها كتيجي من الداخل حماج بطاطا بقى سخونه الصراحه كتجي زوينه صدقوني جربوها متنساوش عليها كتجي زوينه. الخضره كتكون في وسط منها ملي ما كيكونش الخضره ياكل الخضره الدراري الصغار ياكلوا خضره تزين لهم في وسط منها ما كتبانش. هذا هو الشكل النهائي. الى عجبتكم وصفه ديال هذا النهار ما تنساوش ديروا لايك، والى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله. الى اللقاء.